السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسنا اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي، راح نكمل وياكم يونت 5 لسن 8 صفحة 72 وصفحة 73، آخر لسن من يونت 5. رامي and the school trip. رامي والرحلة المدرسية. Listen, look and read. استمع وانظر واقرأ. Number one, Susan and Rami are excited this morning. Susan ورامي متحمسين هذا الصباح. They're going on a school trip. وهم سوف يذهبون برحلة مدرسية. They are going to a museum. وهم ذاهبون للمتحف. They are going on a big bus. وهم ذاهبون بباص كبير. Two. They get up at 6:30. They get up at 6:30. استيقظوا الساعة 6:30. They have a breakfast. وتناولوا فطورهم. They have eggs, bread, cheese, and apple juice. وتناولوا البيض والخبز والجبن وعصير التفاح. Their backpacks are by the door. ويعني حقائب هاي الظهر، حقائب ظهرهم خلف قرب الباب. The by the door قرب الباب. Three. They pass comes. They pass comes. ويأتي في الباص. Everyone jumps on the bus. الجميع إلى ليقفز الجميع إلى الباص. ليقفز الجميع إلى الباص. The teacher talks about the rules on the school trip. والمعلمة تتحدث عن القواعد في الرحلة المدرسية. Sit quietly, talk quietly. اجلسوا بهدوء، تكلموا بهدوء. For the teacher gives everyone a timetable. وأعطى المعلمة الجميع جدول المواقيت. Timetable يعني جدول المواقيت. Here are today timetables. هذا جدول الوقت لهذا اليوم. انتقل إلى صفحة 73. 5. At 1 o'clock everyone has lunch in the museum cafe. الساعة الواحدة يتناول الجميع غذائهم في الكافتيريا. But where's Rami? But where is Rami? لكن أين رامي؟ The teacher calls loudly. رامي. والمعلمة صاحت بصوت مرتفع رامي. The children shout loudly. رامي. Susan is crying. الأطفال the teacher نقول المعلمة بصوت مرتفع صاحت يعني رامي وصاحت تلاميذ بصوت صاحت تلاميذ سوزان تبدأ بالبكاء وصاحت تلاميذ سوزان تبدأ بالبكاء زين رامي where are you رامي أين رامي زين 6 at 2 o'clock رامي comes back في الساعة الثانية يعود رامي في الساعة الثانية يعود رامي he has a big smile on his face and is crying
the head of a big cold lion. في الساعة الثانية يعود رامي مع ابتسامة كبيرة على وجهه ويحمل رأس أسد ذهبي كبير. زين amazing amazing يعني مدهش. look meet a lion انظر انظروا ان انا صنعت اسد انا صنعت اسد. رامي how did you make it رامي كيف صنعته. seven then everyone has a big surprise يقول عندما يتفاجأ الجميع مفاجأة كبيرة big surprise مفاجأة كبيرة. ها it was a balloon it was a balloon إنه كان بالون. رامي about a balloon رامي about a balloon رامي اشترى البالون. eight after lunch the children go to the museum shop to buy presents after lunch يعني يقول بعد الغداء the children go to the museum shop to buy presents يذهب الجميع في محل المتحف لشراء الهدايا buy presents لشراء الهدايا. they look at all the things on the shelves يقول يبدأون بالنظر للرفوف shelves الرفوف and think about how much money they have ويفكرون بكمية النقود اللي يحملوها. I'm not going to buy any more balloons أنا سوف لا أشتري هدايا أنا سوف لا أشتري يعني هواية من النفاخات من البالونات. I'm going to buy sweets أنا سوف أشتري الحلويات. I'm going to buy cookies and crayons وأنا سوف أشتري البسكويت والكعك الكعك والكوكيز الكعك وهذه أقلام التلاوين. هاي عيني صفحة 72 وصفحة 73 يونت 5 انتهى وبالتوفيق يا ربي.